السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد السودادي الذي نناقش فيه الواقع بكل تفاصيله ونسلط الضوء على أبرز أحداثه. في حلقة اليوم نناقش معكم ملف إطلاق سراح دكتور محمد علي الجزولي وإعادة اعتقاله مرة أخرى في نفس اللحظة، وآخر المستجدات من بينها محادثة البرهان مع بومبيو، وكذلك الاحتجاجات التي قام بها بعض معاشي القوات المسلحة وبعض منتسبيها، وكذلك لدينا أيضا ملف التناوش في التصريحات بين الفريق أول كباشي ورئيس لجنة التحقيق في فضي الاعتصام نبيل أديب وغيرها من الملفات الأخرى التي ستكون في ثنايا هذه الحلقة. يسعدنا أن نستضيف معي داخل الاستوديو الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور محمد عبد الرحمن، مرحبا بكم دكتور. مرحبا بك باشمهندس ويس، مرحبا بمشاهدي طيب الكرام. دكتور، 136 يوما مرت على اعتقال دكتور محمد علي الجزولي من قبل جهاز المخابرات العامة. هذا الاعتقال سبب في وقتها بأنه يعني أن الرجل مثل تهديدا للأمن في البلاد. اعتقل الرجل بدون محاكمة، بدون تهم واضحة، بدون أي شيء، بدون معرفة مكان اعتقاله أصلا، أطلق سراحه اليوم وسلم للنيابة العامة. النيابة العامة أخذته تحت بلاغ كما أعلنت بلاغ 29 من يونيو. اعتقال الرجل كان في 15 من يوليو، لكن أخذ على بلاغ 29 من يونيو ضد قادة حشد، والرجل هو رئيس حزب دولة القانون والتنمية وليس قياديا في حشد. ما تعليقكم على هذا الأمر؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هو واحد من حلقات يعني مسلسل الظلم ومسلسل ضياع العدالة وضياع حتى الحريات. إذا هم أنفسهم، الثورة جاءت من أجل الحرية والسلام والعدالة، إذا كانوا هم أنفسهم يضيقوا بالحريات فلمن سيمنحونها إذن؟ فهذه مشكلة حقيقية. اعتقاله هو اعتقال كل النشطاء الذين يعني جرمهم أنهم أبانوا آراءهم وأنهم انتقدوا الوضع انتقاد موضوعي، أو كانت أو وصلت عندهم معلومات، يعني كان عندهم كانوا يحتملون صحتها بدرجة كبيرة جدا وتكلموا بها، فإذا بهم يعتقلوا أو معمر الذي حاول أن يخرج ليعبر عن رأيه بحق يكفله الدستور وتكفله كل الأعراف الإنسانية. فهؤلاء، هذا واحد من المسلسلات للأسف الشديد التي حلقات المسلسل، مسلسل حقيقة ضياع الحريات وضياع العدالة. العدالة ينبغي أن تكون لكل أحد، والحرية لكل أحد. القضية العدالة الانتقائية لا يمكنها أن تأتي بسلام، ولا يمكنها أن تأتي بوضع سياسي مقبول، ولا يمكنها أن تأتي بعدالة. فهذه جريمة، وأنا أقول لكل أحرار البلد ولناشطيها، بل حتى الناس الأحرار والشرفاء الموجودين في 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 المجلس السيادي، لا سيما المكون العسكري، والموجودين أيضا من المكون المدني ممن نعرف أنهم كانوا سابقا في عهد البشير ملأوا شاشات الفضائيات بالحديث عن الحريات وغيره وغيره. أين هم الآن؟ وأنا أقصد بالذات أخونا الأستاذ فيصل، أين أنت الذي كنت تدافع عن أستاذ فيصل؟ أستاذ فيصل ذاته أصلا اشتكى من القانون اللي أنت كان بتقبض به وبيطلع طوالي، فلجأوا إلى موضوع لجنة إزالة التمكين. للأسف الشديد يعني أن 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 أن, أن يتحول الناس 180 درجة إلى هذه إلى هذه الدرجة. يعني صحيح قد بلغتم من الكبر عتية، لكن أقرب تغيير في السودان يمكن أن يمارس معكم ذات القوانين التي تمارسوها الآن مع الناس، هل سيكون ذلك مقبولا؟ للأسف الشديد أنا أقول لهم هذا، والله لا 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 يحسبونه هينا. هذا رئيس حزب، ورئيس حزب عنده قواعد وعنده ناشطين
وعنده اتصالات وعنده علاقات، هذا بالقطع داخل السودان وخارج السودان. فهذا الأمر ليس يسير دكتور، هل وليس هل بسيطا. هل غدر بالدكتور الجزولي لأنه كان عنده يبدو اتصالات مع العسكر، سربت له معلومات بخصوص بعض الأمور الأمنية الدقيقة التي يبدو أنه كان عنده مصادر من داخل المنظومات الأمنية، والذي اعتقله جهاز المخابرات والليلة سلم للنيابة العامة؟ وهذا الذي حدث، لأنه أخونا الجزولي عودنا وعود الناس إنه ما بيطلع لايف إلا وعنده أدلة، وما بيقول كلام إلا وعنده مصادر، لأنه يعرف الكونسيكونسز، يعرف 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 مآلات هذه التصريحات وهذه الأمور. لذلك بالقطع أنا متأكد جدا الجزولي، هم ليه مسكوا أصلا؟ مسكوها عشان يعرفوا مصادره. دي كانت قضية داخل المنظومة الأمنية يعني. ما خلاص المفروض يعرفوا كده، لذلك كانوا دارين يعرفوا دمنون في المنظومة الأمنية اللي قاعد يسرب المعلومات. يا أخي المعلومات دي ما مشت إسرائيل، المعلومات دي وموجوده معلومات كانت شنو يعني؟ معلومات كانت وصلت للناس بعد ذلك، كتبت الصحافة والإعلام. دكتور دعني يعني في هذا ما قضية واحدة من أسرار الدولة التي دعني أخذ في هذا السياق الأستاذ سامي إبراهيم عبد الله، مستشار القانوني لحزب دولة القانون والتنمية. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ سامي، الدكتور الجزولي مرت عليه الأيام الفاتة دي كلها 136 يوم في اعتقال دون تبيين الأسباب، وتم تسليمه الليلة، أطلق سراحه من جهاز المخابرات، سلم للنيابة العامة تحت بند بلاغ 29 يونيو حول قادة حشد. ما هو الموقف القانوني لدكتور محمد علي الجزوي الآن؟ طيب، السلام عليكم ورحمة الله. دكتور الجزولي تم اعتقاله تاريخ 14/7/2020. اعتقال كان غير معلوم الملامح، لأنه الجهة اللي اعتقلته ما حددت هويته أصلا. تم الاعتقال من تاريخ 14/7، وحتى تاريخ أمس ما كان في تهمة موجهة له، ولم يتم عرضه لأي نيابة، لم يتم التحري معه، لم تكن جهة معلومة لدى أسرته أو المستشار القانوني اللي هو أنا كنت بمثله. طيلة الفترة دي قدمت طلبات للاستخبارات العسكرية، وقدمت لجهاز الأمن، وقدمت طلب للشرطة الأمنية حتى نستفهم عن الجهة اللي تم اعتقال عبرها يعني. كل الجهات دي الحكومية رفضت، أبدت إنه هي ما كان عبرها أو ما أصدرت أي أمر اعتقال وغير موجود الحكومية. فأصبح الوضع إنه دكتور الجزولي معتقل لجهة غير معلومة بالنسبة للإسرائيلية. أمس تم تحويل دكتور الجزولي للنيابة العامة اللي هي نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة. وجهت النيابة للتحري معه بلاغ تم خطفه بتاريخ 29/6. البلاغ ده ما نستفهمه عن إنه دكتور الجزولي ده كان متواجد وين، هل تم القبض عليه اليوم ولا ما تم عليه القبض عليه اليوم. أنا لما جيت واستفهمت النيابة بتاع الجرائم الموجهة ضد الدولة، وكيل النيابة أنكر تماما ورد بأنه لم نستفهم دكتور الجزولي. نعم، هو تم عرضه لنا لكن ما استلمناه وليس تحت سلطتنا. أنا تقدمت بطلب لمقابلته فقال لي نحن بنقدر نسمح لك بالمقابلة لأنه ما في سلطتنا، يعني ما استلمناه. نعم، المعلومة دي تصريح مهم، يعني أنت بتقولي حتى ما خرج في الإعلام أنه تم النيابة العامة استلمته تحت بند اللي هو البلاغ 29 يونيو، النيابة تنكر هذا الأمر. ده كان يوم أمس، رفض وكيل النيابة هو ذاته تحت يده الإجراءات، قال إحنا ما استلمناه أبدا، يعني هو ما في سلطتي، أنا ما بقدر أسمح لك بأن تقابلي ولأنه هو ما في يدي. تمام، فعلي كده إحنا طلعنا من النيابة وطلعت، إحنا ما عارفين إنه خلاص الدكتور ما موجود. لكن طبق اليوم بمصادرنا الخاصة تبين لنا إنه النيابة يوم أمس استلمته
ووجهت شوف الأمير التحري معه في البلاغ اللي كان مفتوح بتاريخ 9/6، وكان فيه واحد من أفراد الشرطة من قحط واللي قام بشرطة بقولي ودكتور غندور ومجموعة أخرى يعني. الكلام ده كله هو كان للتحري معه في البلاغ بتاع 29/6 حول تكوين أجسام وأجهزة اللي هي بتعمل على تقويض النظام، يعني هو هي جرائم موجهة ضد الدولة. نعم. فكانت الساعة 2 نهار اليوم يعني مساء اليوم، كانت الساعة 2 ظهر كان حيتم التحري مع الدكتور الجزوني، ودي كانت آخر معلومة عندنا، وحتى الآن لم يطلق صراحة يعني الآن مداني الشرطة الأمنية في خرطوم. طيب لكن هنا في سؤال يعني يمكن طرحه، يعني إذا كان هذا البلاغ الذي الآن يتم التحري فيه مع دكتور الجزولي هو أصلا يوم 29/6 ودكتور الجزولي اعتقل 14/7 على يد الجهة الأمنية غير المعلومة دي، لماذا لم تقم النيابة باستجوابه والتحري معه يوم 29؟ طيب يوم 14/7 لما تم اعتقال دكتور الجزولي ما تم تحويله من الجهة التي اعتقلته للنيابة المفروض يكون أمامه هو معتقل أو هو متهم في بلاغ محدد. أنا أعتبر بما أنه لم يتم عرضه للوكيل النيابة أعتبر أنه ده كان اعتقال سياسي تعسفي، لأنه ما كان في تحري معه، ما كان في أي أسئلة موجهة له، ما كان في أي استجواب حول أي جريمة أو عمل سياسي مخالف لقانون يعتبر ضد الدولة. يعني طيلة الفترة دي لا يعتبر هناك إجراءات جنائية بصورة واضحة تمت في مواجهة الدكتور الجزولي، وإنما ما تم أنا أعتبره هو عبارة عن اعتقال تعسفي للدكتور الجزولي، لأنه أبدى رأيه أو صرح بأي تصريح اعتبرته الدولة هو ضد مبادئها أو ضد أو موجه ضدها. طيب انتم في حزب دولة القانون والتنمية هل عندكم اجراءات حتقوموا بها يعني جهة استشارية قانونية للحزب وبالتالي رئيس الحزب؟ بلا شك اذا تم التحري مع دكتور الجزولي او انا ببساطة شديدة انه انا تقدمت بطلب لمقابلتي، يعني ده كان الطلب الاساسي. لانه من حق الدكتور الجزولي كشخص مقبوض عليه او مشتبه فيه باي اجراءات من حقه يستعين بمستشار قانوني عشان يوجهه أو عشان يستشيره أو يدلي له بالرأي القانوني السليم في الإجراءات اللي حتقوم بها. كطرف ضعيف الآن هو كطرف ضعيف ما في من يمثله أو من يوجهه أو من يعينه يدلي بأقواله بصورة تشريعية عشان ما يضر نفسه بأي أقوال. وأنا قطعا يعني أنا أتأكد طبعا بأنه الدكتور الجزولي لم يرتكب أي فعل ضد الدولة أو هو إنما أبدى راح سياسي أو إنما ينادي بأنه توعية المواطن بكل ما يدور في الدولة من حقائق ومعلومات هي كانت مؤكدة ولديه الدلائل عليه. أستاذة سامية، يعني في تصريح كان نقل عن الجزولي الليلة أنه هو رفض أن يتم عرضه على أي وكيل نيابة تابع لقحط على حسب الذي نشر، ما هي صحة هذه المعلومات؟ هي نعم معلومة صحيحة لأنه الكلام ده ما جديد يعني على دكتور الجزولي، لأنه المعلومات دي أساسا هو من قبل أن يعتقل أعلم تماما أن هناك جهات محددة توجه مسار التحري أو التحديث مع من يشتبه فيهم أو من يعتقلوا أو من توجه لمواجهتهم جرائم ضد الدولة. أنا لا أشكك يعني لا أشكك في المعلومة وأؤكد بأن يرددون لن يجد بأي تطريح أو لن يجد بأي أقوال من أي جهة أن في رؤية مسددة قليلة حول النواب في فترة من الفترات. نعم. وأكد بين الدكتور الجزولي لم يجد أقوال، يعني أكد صحة الخبر. نعم.
استاذ سامي ابراهيم عبد الله مستشار القائم لحزب دوله القانون والتنميه، شكرا لك على هذه المداخله. دكتور ساخذ تعليقك على يعني هذا او على ما قالته استاذ سامي، لكن دعنا نشاهد التقرير الذي عده الفريق الاعداد حول قضيه الدكتور الجزولي، وفيه تساؤل مهم ربما ايضا نطرحه. نشاهد معا التقرير التالي. 136 يوما قضاها الدكتور محمد علي الجزولي معتقلا لدى جهاز المخابرات العامة، واليوم يطلق سراحه دون محاكمة ودون تهمة ودون تبرير للفترة السابقة التي قضاها، ليتم تسليمه للنيابة العامة تحت بند بلاغ 29 من يونيو المقيد ضد قادة الحراك الشعبي الموحد حشد، رغم أن اعتقاله تم في 15 من يوليو أي بعد البلاغ بأكثر من أسبوعين، الأمر الذي يؤكد عدم علاقته بهذا البلاغ. النيابة العامة التي فشلت في إثبات أي تهمة على قادة حشد أنفسهم في ذات البلاغ، استلمت الجزولي تحت نفس البلاغ على الرغم من كونه رئيسا لحزب دولة القانون والتنمية وليس قياديا في حشد. يستمر اعتقال الرجل بشكل تعسفي، وفي أول موقف له رفض الجزولي المثول أمام أي مجلس تحقيق به نيابة تمثل قحط حسب قوله، وذلك تضامنا مع وكلاء النيابة العامة المطالبين بإقالة النائب العام تاج السر الحبر. وصف الجزولي البلاغ المفتوح ضده بأنه بلاغ متهافت ومهترئ وبه الكثير من القروح المليئة بصديد الاستبداد والتفشي والغل الذي كشف الوجه الاستبدادي لقحط. الجزولي وكثيرون قبله وبعده يتم اعتقالهم دون بينة ولا محاكمة، منهم من قضى نحبه بكورونا، ومنهم من ينتظر في صورة تتعارض تماما مع الشعارات التي حلم بها الشباب في ثورة ديسمبر، ليكون التساؤل قائما: ما هو مسير العدالة في السودان في ظل هذه الإجراءات التعسفية؟ نعم، إذن دكتور، ما هو مصير العدالة في السودان في ظل هذه الإجراءات التعسفية؟ أستاذ سامي بتكلم بشكل واضح أنه هو حتى تريد أول حاجة النيابة تنكر أنه موجود، بعدين تتضح أنه موجود، تطلب مقابلته، لا تمكن من هذه المقابلة، وأيضا أن الجهة التي اعتقلته الفترة الفاتت سلمته الآن وتحت بند الجرائم الموجهة ضد الدولة. هذا تاريخ، والتاريخ لا يرحم، لا يرحم أبدا. هم يتصوروا أنه دي مسائل حتمر والشعب السوداني حينساها بعد بكرة، ومن يا أخي يا الجزولي ومش عارف وهكذا، لكن هذا تاريخ يضاف إلى التاريخ الذي ظن الحزب الشيوعي سابقا، واليساريين الحبر وغيره ظنوا سابقا أن هذه القضايا ستذهب مع ذهاب تاريخها، ولا مع ذهاب وضعها لما قتلوا الضباط في بيت الضيافة، ولما إلى اليوم أجيال السودان لا تزال تلوك هذا الكلام، والتاريخ أيضا سيثبت عليهم هذا الأمر. هؤلاء جماعة قحط كلهم اللي جاءوا على اكتاف شباب واكتاف ثوره، لكن هل تتحمل قحط فقط؟ يعني هو المكون العسكري هو اللي قاعد يعتقل ويسلم. انا اقول حتى هؤلاء العسكر الذين الان هم في سده الحكم مع هؤلاء الناس، والله اقول لهم التاريخ لا يرحم، التاريخ ما بيرحم. انت زول يا اخي لما لا تتركوا تاريخا كالذي تركه المشير سوار الذهب، ولا الذي تركوه هؤلاء الرجال اللي مثلوا المكون العسكري تمثيلا حقيقيا. انتوا يا اخي ياكم الكتلة الصلبة وياكم الحيطة اللي بيتكي عليها اهل السودان حينما تحدث هذه القضايا، لما انتوا انفسكم تغضوا الطرف عن هذه عن هذه الانتهاكات الجسيمة الحقيقة في جسم العدالة في البلد، انا اتصور والله انتوا قاعدين ترتكبوا جرم ضخم جدا في حق الجيش وحق السودان وحق العدالة في السودان. دكتور، مصير الثورة ومصير العدالة ده في ظل نموذج زي الجزولي ومعمر موسى أيضا، الذين أصلا يعني حينما سقط النظام هم كانوا في السجون وأخرجوا، لم يلبثوا إلا أشهرا وأعيدوا مرة أخرى للسجون. أي كلام عجيب. يعني أنت وأنت تعرف تماما أنه الدكتور محمد علي الجزولي كان من الناس الذين وقفوا في حلق نظام الإنقاذ، تعرف الكلام ده تماما، داعين للثورة ومشاركين، وكان من الداعين للثورة والمشاركين فيها، وحتى معمر وغيره من هؤلاء الشباب. يا أخي لماذا يعني أنت ماذا يضيرك أن تطبق العدالة؟ ماذا يضيرك أن تطبق القانون؟ لأنهم لا يريدون يا أخي،
لأنهم بكل بساطة لا يريدون، كانوا يظنوا ولا يزالون أن هذا الشعب السوداني شعب خلاص سيغطس في 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 مشاكله وقضاياه ومشكلاته اليومية، ولن ينظر أبدا. الشعب السوداني يسجل وذاكرته لا تنسى، والشارع لا يخون، الشوارع لا تخون. إذا خرجت، والله كل هذا مسجل عليكم، الكلام ده كله مسجل عليكم، نحن نقول لهم إذا خرج الشارع الكلام ده كله مسجل عليكم. ما تفتكروا إنه هؤلاء الشباب الذين خرجوا في ثورتهم المباركة والذين قدموا الدماء إذا خرجوا لن والله حيمسكوكم من إذنينكم كلكم بإذن الله تعالى، كما حصل للذين أفسدوا وخانوا البلد أيضا من قبلهم. فلذلك نحن نقول لكم العدالة قضية أساسية، قضية أساسية في كل شيء، قضية أساسية حتى في 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 أن يلتئم هذا السودان وأن يكون فيه مشروع وطني حقيقي. إن لم تفعلوا هذا وإن لم تخرجوا هؤلاء الناس، أنا بالمناسبة المكون المدني ده ما خلاص تودع منه، ده 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 أصبح مؤدلج معروف، يمثل منو معروف، وحتى الكانتونات حقتهم المختلفة دي معروف قاعد تمثل منو وقاعد تشتغل شنو. نحن ما منتظرين منهم أي خير، أنا أقول أي خير ما منتظرينه منهم. نحن لذلك قاعدين نخاطب دائما هذا المكون العسكري الذي لا يزال الشعب السوداني يعتبره هو الرمانة ويعتبره هو الجهة التي يمكن أن تعيد البوصلة. أعيدوا هذه البوصلة، لأن هذا الشعب السوداني إذا خرج مرة أخرى الله أعلم متى سيقف وأين سيقف. دكتور، دعنا يعني ننتقل من ملف دكتور جزولي إلى ملف آخر أيضا خرج إلى الساحة يوم أمس، وهي يعني تقرير لنيويورك تايمز، وهي تحدث أن البرهان خاطب بومبيو وزير الخارجية الأمريكي ليتحدث عن أن السودان ربما يتوقف عن إجراءات تطبيع مع الكيان الصهيوني ما لم يتم اعتماد يعني بند اللي هو الحصانة للسودان من المطالبات القضائية الأخرى التي يمكن تترتب عليها أموال جديدة يطالب بها السودان. برأيكم دكتور، هل البرهان يتحدث في الوقت الجيد أم أنه يتكلم في زمن الضائع؟ قطعا يتكلم في زمن الضائع، لم يستبينوا النصحة إلا ضحى الغدي، كده هي ما الناس قالوا ليهم وكلموهم افتكروا لا، مفتاح البيت الأبيض ومفتاح أمريكا إسرائيل والتطبيع مع إسرائيل. هم حيعرفوا تماما أن العلاقة مع هذا الكيان الغاصب المجرم الكافر حيعرفوا أنه ده مكلف ومكلف جدا، وإسرائيل تأخذ ولا تعطي، تأخذ ولا تعطي. يا أخي بالله عليك، يعني أنت يا برهان كنت مقتنع تماما أن هؤلاء الذين الله سبحانه وتعالى قال لا أحد لهم ولا ذمة إنهم حيكون عندهم عهد وذمة؟ قطعا لا، قطعا لا. والبرهان بالمناسبة حيقعد يماطلوه كده، ما هو طبعا أوريدي الأموال دي دخلت وانتهينا، الأمريكان بتطبيع بدون تطبيع هم خلاص أخذوا غرضهم. ولكن التطبيع دكتور، التطبيع ده يعني هو مش الأصل فيه أنه قرار مبدئي، يعني بمعنى أنه الدولة لما تعلن عنه هل بتتراجع عنه ولا كيف يعني؟ لأنه للأسف الشديد لا، ما لذلك نحن قاعد نقول ولم يستبينوا النصح إلا ضحى الغد، كانوا يفتكروا أنه والله التطبيع ده واحدة من الوسائل السياسية والمواقف السياسية التي يمكنك القفز عليها متى ما شئت. هذا كلام ما هو صحيح، ده كلام ما هو صحيح. أنت حتى لو رجعت من هذا الكلام يا برهان، أنت خلاص اللون ما جاء واللطخة حصلت والوسخ حصل، كيف ستنظفه؟ لن تستطيع أن تنظفه. إذا كان عندك الموضوع ده ما موضوع مبدئي وموقف عقدي وقضية أصلية، كيف يمكن للسودان أن يتراجع عن مثل هذا القرار؟ يعني حتى لو كان بإمكانه أن يتراجع عن القرار، من أين للسودان قول أن يستعيد احترامه عند الأمة الإسلامية وعند الناس؟ حتى الشعب، حتى لو تم تغيير الحكومة وكل هذه الشخصيات، حتى لو تم تغيير الحكومة وتم في الأخير سيكتب التاريخ أيضا أن السودان طبع مع إسرائيل، أو على أقل تقدير وافق على التطبيع مع إسرائيل رغم احتلالهم لمسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم ظلمهم الذي يعني بالثانية والدقيقة كل يوم في فلسطين يقتلون ويشردون. أن هذا التطبيع يعني كان مجانا يعني للأسف بدون ثمن، والله نحن تم بيعنا بالرخيص، تم بيعنا بالرخيص. نحن شعب
التاريخ يعرف تماما والناس كلهم يعرفوا موقفنا من فلسطين، ونحن لا يمكن لا لم ولن منذ زمان بحمد الله تعالى نحن لم نقايض لا أمننا ولم نقايض عيشنا ولم نقايض يعني أوضاعنا ولا فك الحصار عنا ببيع القدس أو بيع أهلنا في القدس أو في فلسطين. دكتور اسمح لي في هذا الإطار أخذ معي عبر الهاتف من الولايات المتحدة الأمريكية دكتور مجاهد إبراهيم عباس الناشط السياسي والحقوقي. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله ومرحبا. دكتور مجاهد، السؤال الذي يتبادر إلى الذهن بعد التقرير الذي خرج بمطالبة البرهان لبومبيو تعجيل مسألة الحصانة، وإلا سيتراجع السودان عن موضوع التطبيع أو لن يمضي فيه قدما. السؤال، هل مخاطبة بومبيو الآن مجدية في وفق الوضع الأمريكي، أم أن بومبيو أصبح وزير خارجية في إدارة أمريكية منتهية الولاية وبالتالي لا جدوى من مثل هذه المطالبات؟ طيب أخي الكريم، الآن الإدارة التنفيذية بتاع ترامب فعلت ما عليها، بمعنى أن إدارة ترامب قدمت الخطاب إلى الجهة التشريعية وهي الكونغرس. السؤال، ما هو الوضع الآن في الكونغرس؟ هناك ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول إن يرفع جملة تفصيلا بالذات في أن أكبر تعطيل الذين حصل الآن على دكتور مجاهد، كنا نواجه مشكلة في الصوت، إذا عدت النقاط التي كنت تذكرها قبل قليل. دكتور مجاهد، لعلنا فقدنا الاتصال مع دكتور مجاهد أو نعود إليه في سياق البرنامج. دكتور، هل السودان في نهاية المطاف يمكن أن يصل إلى نتيجة الصفقة التي عقدت مع ترامب في هذا الإطار، خاصة أننا شهدنا أن ترامب نفسه وقع على تمديد العقوبات الاقتصادية على السودان في شهر نوفمبر، ألحق ذلك بقرار آخر على وضع قيود مالية على دخول يعني المواطنين من دول معينة وكان السودان بينها، وكل هذا من إدارة ترامب التي تم عقد الصفقة معها. نعم، ترامب أخي في بالذات في هذه المرحلة السودان لا يساوي عنده شيء في موازناته. ترامب الآن عنده مشكلات ضخمة جدا جدا، مشكلات التسليم والسبيل أوفر حقة الانتخابات وتسليمه للسلطة وما يمكن أن يواجهه بعد خروجه من البيت الأبيض، والقرارات التي يحاول اتخاذها، حتى يريد أن يتخذ قرار عفو عام حتى لنفسه كما سمعنا في الأخبار، وأسرته كلها المتورطة في قضايا ضخمة جدا لا يعرف أين ستصل بهم. فترامب الآن السودان لا يمثل عنده أولوية، وترامب خلاص قد أخذ بغيته من السودان. ترامب استعمل هذا الأمر في الدعاية لنفسه في الانتخابات التي مرت أوريدي. نتنياهو استخدمها أوريدي من أجل أن يبين لجماعته هناك أنه والله يمشي قدما في قضايا التطبيع ويضغط على الدول والكلام ده. دكتور مجاهد، عاد لنا لعلنا نعود إليه. دكتور مجاهد، كنت تتحدث أن هناك ثلاثة احتمالات بعد وصول يعني الطلب إلى الكونغرس، ما هي هذه الاحتمالات؟ نعم، الاحتمال الأول الاول أن يتم رفض الطلب في ظل السيطرة الديمقراطية وفي ظل الانتقام الديمقراطي من هذا التسرع الذي بدأ عليه السودان والذي بدأت عليه إدارة ترامب في محاولة إنقاذ السياسة الخارجية لترامب أو إصهار بمصر البطل الذي يقوم بهذه الاختراقات الكبرى. وبالتالي هو الآن يفقد في هذا الأمر، يفقد حتى تعاطف اللوبي الإسرائيلي الداخلي، لأن اللوبي الإسرائيلي الداخلي كان لديه إشكالات مع نتنياهو، فهي قضية بتاعت متابعة. الاحتمال الثاني إنه يحصل نوع من الكومبرومايز أو ما يسمى بإنه الديل اتفاق معين أو صفقة، اتفاق معين أو صفقة بين الديمقراطيين والجمهوريين على انه الامر يمر ويعني يحصل السودان على انه يرفع من قائمه الدول الرائده.
هذا الاحتمال الآن ما يضعفه هو الآبي، إنه بوب مانديز وشومر اللي هم صغور قلنا الحزب الديمقراطي رافضين إلى إعطاء السودان الحصانة القضائية، لأنهم يريدون أن يكون هنالك نوع من التعويضات إلى ضحايا سبتمبر 11 أو 11 من سبتمبر الذين هم يمثلون جزء من قاعدتهم الانتخابية. نعم. هي أيضا مصالح. الاحتمال الثالث وهو الأكثر بالنسبة لي أنا ده مخافة، إنه أمريكا تنفض يدها وتقول إنه لا يحصل أي بيقول رفع اسم السودان غير مدونة الرهاب، وإنه سندروسها ونبحث عن شروط جديدة، وإنه قضية ما قاله البرهان إنه القضية تصبح توليت تصبح متأخر جدا على البرهان الذي باع مجانا، إنه يرجع في قضية التطبيع، إنه قضية التطبيع الآن يعني نعم يبدو أننا ما زلنا نواجه إشكاليات. فقدنا الاتصال مع دكتور مجاهد، لكن اتضحت الصورة التي يشرحها دكتور مجاهد حول نعم. هذا الوضع الملتبس في الكونغرس وهذا الوضع، كأنها إشارة واضحة أن بومبيو الآن لا يملك من الأمر شيء. بالضبط، هي هذين السيناريوهين، وممكن جدا، والسيناريو الأول سيناريو الرفض الذي يمكن أن يضيع الأمر تماما، وإنه نحن نكون فقدنا الأمر أخلاقيا حتى أمام شعبنا وأمام الأمة الإسلامية قائم أيضا، لأن اللوبي الذي يقف ضد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحتى لو وافقوا على رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالمبلغ الذي دفع، لن يعطوا السودان لن يحققوا للسودان الشرط الثاني وهو الأهم في الحقيقة، وهي قضية أن لا يتم مطالبة السودان في قضايا تعويضات أخرى، تعويضات 11 سبتمبر 11 يا جماعة، مش سبتمبر 11 ولا حتى السفارتين ولا حتى كل، نحن ما عندنا دخل بها، الشعب السوداني ينبغي أن يعلم هذا تماما. لا في منافذين سودانيين من هؤلاء الأبطال طلعوا من السودان في 95، من وده كله حصل ما بين 98 ل 2001. هذا كلام خطير جدا، انت ولانه طبعا مش حمدوك عامل فيها، والله الواحد الولد يعني هيز تو ليبرال وكده، ومش اعترف في امريكا انه نحن اوينا الارهابيين وساعدناهم وممكن جدا يكونوا استفادوا من وضعهم في السودان. اصلا دكتور هنا 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 تلقفها هؤلاء، أن تكون هناك حقيقه ايضا يعني تكون واضحه للعالم، انه حينما استقبل السودان أسامة بن لادن ذاته، الوقت ذاك ما كان في حاجه اسمها تنظيم ولا ارهاب ولا موضوع، كان رجل اعمال سعودي اشتغل جاي يستثمر في السودان يا اخي، واول ما خرجت عليه التهم السودان اخرجه تماما، وقالوا لي السودانيين مش كده وبس، بل حتى تضرر، هو تضرر كبير ك ك ك ك ك ك كرجل اعمال في السودان، كانت عنده مشاريع ضخمه بعقود مع الدوله في طرق وكباري ومطارات، مرق منها ملوص ساكن، طبعا طلع منها ملوص ساكن، وسمعنا كثير ممن تكلموا من الناس اللي كانوا شغالين معاه وكيف انه تضرر بملايين الدولارات، تضرر لكنه ترك ذلك وذهب بحجة ان هذا دوله مسلمه وغيره ما ادري، قد يكون هناك تسويات اتعملت معه مع 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 مع, مع جماعه الانقاذ، لكن نحن هذه مصيبتنا. قلنا اوكي يلا حمدوك اعترف، زلت لسانه، زول ما عنده خبره ولا عنده تجربه بتاعت حكم ولا تجربه بتاعت اي حاجه ذاته. شفت كيف حمدوك؟ انا دار اتاكد ذاته، هل هو كان شغال فعلا موظف حقيقه في المنظمات الدوليه دي في حته كده، يعني هي كان جت سمثين، لانه مشكله كبيره، انت ما ممكن تمشي لدوله انت تعرف انه فيها قضيه تم اغلاقها عن طريق المحكمه العليا ثم تمشي تعترف ويتلقفها شركات المحاماة دي وتطلع منك 335 مليون دولار والآن خليهم يلا الآن يعني يبقوا شطار ويمنعوا سبتمبر 11 اللي فيها مش 300 متضرر، فيها أكثر من 15 ألف متضرر. نعم. يلا تعال خلي السودان يبيعوه شكفة عشان يوفوهم، ده كلام خطير جدا جدا جدا. لذلك نحن من الأول قلنا يا جماعة العلاقات دي والله لو ترك هذا الملف
ملف هذه الأمور لو ترك للمجتمع المدني وتمت تقويته وإعطاه المعلومات وتمليك المعلومة بدل ما تحارب المجتمع المدني أنت، وبدل ما تفتكر أنك أنت الفاهم وغيرك لا، هناك منظمات ضخمة سودانية موجودة في الداخل وفي الخارج، والرجال وناس تمشي المحاماة تمشي القضايا وفق السلك المحاماة زي ما كانت ماشية وتغلق حتى وإن أخذت هذا هو حبة زمن. هذا هو للأسف نعم. الشديد دكتور، لكنك لم الوقت يلاحقنا وعندنا لسه ملفات موجودة أيضا. خلال الأيام الفاتت كان في حرب كلامية زي ما بيقولوا ما بين فريق أول شمس الدين كباشي وكذلك نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة. النبيل أديب بيتكلم أنه تم تقديم طلبات لكباشي ولغيره بأنه استدعاء وأخذ أقوال. كباشي بيقول ما فزوا كلمنا ولا أدلينا بآرائنا بعدي، يعني لجنة التحقيق الآن بمر عليها تقريبا سنة وما فزوا أصلا، أخذ منهم هم قيادات العسكرية ما فزوا استجلى رأيهم ليقطع الطريق قبل قليل، يعني الليلة قبل الحلقة بشوية، يعني العميد أبو هاجة المتحدث باسم البرهان بيتكلم قال يعني في طلب قدم من أديب استلمناه لكن ما بلغنا أعضاء المكون العسكري، ويفترض هم أصلا كانوا في الأيام الجاية دي يكون يستمع لأقوالهم. ما تعليقكم على عموم هذا الأمر؟ كلمته ما كلمني، طلبنا ما طلبوني وكده، يعني الكلام ده الحاصل ده في الموضوع ده يعني هرجلة، هرجلة محترمة، هرجلة في دولة ضخمة زي السودان، دولة يوم من الأيام كانت هي واسطة العقد يعني بين العالم العربي والعالم الأفريقي من جهة، وكان عندها أثر ضخم في المنطقة كلها. للأسف الشديد الآن ديل الناس الآن المسؤولين عن الدولة، ديل الناس الآن المسؤولين عن الدولة. طيب يا نبيل أديب والرجل ده وطلع في تلفزيون، أفرض طلع في التلفزيون، يعني المشكلة شنو إنه طلع في التلفزيون وصرح وقال نحن ما تم إبلاغنا؟ لو كان تم إبلاغه بالفعل أنت ليه ما سألت أولا قبل أن تصرح هذا التصريح الذي يبين ضعف الدولة وإشكالياتها وهرجلتها والفوضى التي فيها؟ قبل ما تسوي الكلام ده ما تتصل بشمس الدين كباشي ده، تتصل بمكتب وتقول له يا أخي أنت بالفعل ما بلغوكم، أيوه يا أخي نحن أرسلنا خطاب رقم كذا كذا، هذه صورته الواتساب ده قاعد يسوي فيه شنو، ما ترسلوا ليه وقول له ده خطاب رسمي تم إرساله إليكم لعلك لم تبلغ، حيقول لك ما بلغت، يبقى ما في داعي لتصريحك أصلا لتبين للناس إن والله أنت شغال وأنت هي المسألة شنو عراق وكلام. افرض قال الكباشي والناس دكتور. الناس هل فقط الناس مسكوا في الجزئيه نعم. دي في لقاء الكباشي الطويل اللي كان مدته ساعه كامله ده يعني شيء غريب لا جدا دكتور جدا. لكن في سؤال هنا يتبادر للذهن، يعني لجنه تحقيق في فض الاعتصام، كان موضوع فض الاعتصام معروف ان بطل الموضوع يعني في الحكايه دي اكثر زول اشتهر بقضيه فض الاعتصام هو الفريق شمس الدين كباشي باعتباره كان الذي يدلي بالتقارير الرسميه المتعلقه بفض الاعتصام، وحتى مقولة حدث ما حدث اللي صدرت منه. معقول الرئيس لجنة يعني التحقيق ما يبدأ التحقيق بتاعه من قبل سنة باستجلاء أول حاجة الناس الموجودين في المؤسسة العسكرية والمكون العسكري؟ ليس هذا يعني أنت مفروض أنت طيب معلوماتك جبتها من وين يا نبيل أديب إذا كنت حتى اليوم لم تستمع للفريق الكباشي؟ أنت معلوماتك جبتها من منو وكيف؟ ديل من أوائل الناس الذين كان يمكنك أن تأخذ منهم معلومة كاملة وتقارير رسمية ومعلومة كاملة وتسويها. ده معناها الناس ديل لا سووا حاجة لا اشتغلوا حاجة. لو نبيل أديب ده الناس حينتظروه هالفترة الانتقالية. لكن هو المشكلة في نبيل أديب يا دكتور ولا ده شيء متفق عليه يعني. ممكن جدا ممكن لا هو طبعا الواحد لما يسمع الآن المشاكسات الزي دي يشك إنه هناك اتفاق في 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 موضوع عمل اللجنه ده، وان والله في تعويق ولا هل فعلا موضوع الشهداء يحتل اولويه عند واضح إن كان هذا هو ده؟ واضح انه لا يحتل اي شيء، لا اولويه ولا غير اولويه. وده ملف بالمناسبه تم دفنه، ده ملف تم دفنه، وللاسف الشديد حتى الناشطين وابو شباب الثوره والثوار هم ذاتهم للاسف الشديد دفنوه. الناس الزول اللي وعدوه والزول اللي هددوه والزول اللي منعوه والزول اللي همشوه فتركوا كل شيء، تركوا كل شيء. لذلك نحن غايته بس نقول اللهم إنا لله وإنا إليه راجعون، ونقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل هؤلاء الشباب. ولذلك إحنا قلنا من البداية هذا الملف ينبغي بدل الكلام ده كله ينبغي أن يرتب هذا الأمر مع أسر الضحايا ومع الجانب العسكري والأمني وينتهوا من هذا الملف.
بعدالة مرضية لكل هؤلاء الناس، لأن هذا الأمر حدث خلاص انتهينا، لا 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 يمكن إرجاعهم، لا يمكن كذا، لا يمكن كذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم وأن 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 وأن, وأن يجعلهم ناشين على صدر هذا الوطن في 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 جزئية من 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 تاريخه الطويل. لذلك وهذه الإشكالية إنه أنت يا نبيل أديب منذ سنة وشيء، أنا لو منك أقول الله يا جماعة أنا آسف أستقيل. أيوة أنا آسف، أنا يا أخي عشان ما تحملوني أوزار هذه اللجنة وتحملوني مشكلات هذا الملف يا أخي أنا هو دكتور ده ملفكم. أليس هذا الأمر هو من أولويات المرحلة الانتقالية في تهدئة النفوس وإعادة الحق لأصحاب الحق يعني أولياء الدم؟ هذا الذي قلناه أصلا منذ البداية في 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 هذا المنبر، قلنا يا جماعة في قضية فض الاعتصام لا ينبغي أن يدفن شيء ولا ينبغي التعامل مع الأمر بشفافية شديدة. معروف أنت عسكري لما تقول له أمشي الطلقة دي لما يطلعها إذا ما ضربت في حيطة ولا ضربت في تعمى وتخش لا في بطن زول، معروف يعني ما دار كلام دي يعني. فخلاص أنت يا أخي أنت يا مكون يا عسكري هذا وقد حدث وقد حدث، وقد ما تستطيع تقول والله البندقية دي طلعت من 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 الطلقة دي طلعت من فوهات بندقية من، شفت كيف؟ صحيح في ناس أمروا وصحيح في ناس قالوا وصحيح في، لماذا لا تلتقوا بأسر الضحايا هؤلاء؟ لماذا لا يعني يفض هذا الأمر بطريقة ترضي أسر الضحايا وبطريقة حتى أسر الضحايا أنفسهم؟ منو قال لكم يا أخو أسر الضحايا ديل الآن مصرين على أن يشنق هؤلاء الناس جميعا؟ أنا متأكد جدا ما في زول فيهم مصر على أن يجيبوا لهم ضابط ولا يجيبوا لهم عسكريين ولا يجيبوا لهم غيره ويشنقوهم. لماذا لا يحل معهم الأمر؟ هو من حقهم حتى إذا طلبوا مثل ذلك، إذا طالبوا هو من حقهم كأصحاب دم، ده ما فيه كلام. لكن أنا قاعد أقول لماذا الافتراض في إنه والله المسألة دي يعني ما هي قضية بحث عن حق وعدالة، الموضوع الآن حق وعدالة، إثبات الحق حق الدم لهؤلاء الذين قتلوا ولذويهم وهم بعد ذلك بالخيار. وأنا لذلك أنا قاعد أقول أنا على قناعة إنهم إن شاء الله تعالى الأمر يمكن أن يصلوا فيه إلى حلول في هذا الملف. دكتور يعني أيضا الوقت عندنا لسه ملف أو ملفين باقي في هذه الحلقة. يعني في الأيام الفاتت خرج إلى وسائل الإعلام مطالبات من أسرة بروف غندور أنه يعني بيطالبوا حتى السفارة الأمريكية التدخل في يعني أوضاع أو بيان وضع والدهم، لأنه اعتقل لم توجه له محاكمة، ما معروف ظرفه شنو ولا سبب اعتقاله شنو. يعني والأمر ده لاقى يعني جدل في وسائل التواصل الاجتماعي. قبل أن أسمع تعليقكم على هذا الأمر دعنا نستجلي الأمر من دكتورة وفاء إبراهيم غندور ابنة البروف غندور. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوتي أنا طيبة وهي طيبة إن شاء الله، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك. الخبر طلع أنه في مناشدة من قبل أسرتكم للسفارة الأمريكية للتدخل في قضية الوالد ابتداء، هل هذا الخبر بهذا الشكل صحيح؟ هو خبر صحيح، إحنا جارنا إلى السفارة الأمريكية وسلمنا القائم بالأعمال خطاب تفصيلي بوضع اشتغال البروف وملابساته ووضحنا فيه أنه له 5 شهور محتقل من غير توجيه أي تهمة، من غير محاكمة، في ظروف وباء موجود في الدولة. وقدمنا أيضا 3 مذكرات تم تقديم المذكرات للنائب العام ولم نجد فيها أي يعني إجابة ولا تحقيق للأهداف المكتوبة في المذكرة. سلمنا القائم بالأعمال أيضا المذكرات التي وجهت للنائب العام مع الخطاب التفصيلي باشتغال الوالد. نعم، البعض يستغرب يعني لماذا لجوءكم للسفارة الأمريكية بالتحديد، يعني هي دورها شنو في القضية؟ أخي إحنا لم نلجأ للسفارة الأمريكية، إحنا لجأنا ابتداء للاتحادات الدولية، ابتداء للاتحاد الأفريقي، وجدنا منه كل استجابة وتعاون في ملف البروفيسور. بروفيسور إبراهيم غندور كان وزير خارجية سابق معروف لدى كل السفراء وكل الدول الخارجية. لجأنا للاتحاد الأوروبي، لجأنا للسفارة النرويجية، لجأنا للسفارة الألمانية، لجأنا للسفارة البريطانية، لجأنا للسفارة التركية، السفارة الروسية، السفارة الصينية، وجدنا تجاوب كبير حقيقة. لجأنا لمنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، الأمم المتحدة، مفوضية حقوق الإنسان، في شخص المندوب الشامل موجود في السودان، وفي دائرة الحقوقية، دائرة القانونية في حقوق الإنسان.
يعني أداروا الملف وملكناهم كل المعلومات الموجودة، ولعلك لو متابع طلع للرأي السوداني ما يدور في قضية البروف في 5 شهور، اكتشفنا إنه الحكومة لصقت تهم كي تحتقر البروف، ليس إلا يعني لا توجد تهم حقيقية، لا يوجد أي تهمة موجودة لكي يحتقلهم فيها. نعم. مجرد احتقال سياسي لغوي. طيب ما الذي تتوقعون يعني أن يكون من أثر من خلال هذه المناشدات؟ يعني هل في أثر متوقعين أنه يحصل يعني؟ والله إحنا الآن في بعض السفارات بدت بأثر طلبة رجعت إلينا وطلبت مقابلات شخصية مع الأسرة وبعض السفارات اتصلت يعني تسأل ما الدعم الذي تريده أنه نقدمه لكم. كان كل الإجابات مننا أنه إحنا نريد مناشدة الحكومة بإطلاق السراح الفوري لوالدنا الذي ليس عليه أي تهم غير أنها تهم ملفقة لتكميم الأفواه واحتقاله السياسي يا غير. يعني خلينا يعني ممكن يسمع زول يقول انتم كده بتدخلوا السودان في مشاكل وبتأججوا عليه وراء اراء السفراء والشغلان، يعني كان يفترض انتم ما تمشوا لجهه خارجيه وتحاولوا تحلوها في داخل البلد، ممكن تردوا تقولوا شنو؟ للاسف والله الجهات الداخليه تعرف ان شخص النائب الان لم يتعامل مع الملف بمهنيه، لو تعامل معه بمهنيه كان يسأل شخص البروفيسور إبراهيم غندور مختغل منذ 5 شهور من غير تحقيق إلا لمدة نصف ساعة بتهمة ملفقة هي تهمة الإرهاب. أي طفل صغير أو كبير في السودان يعلم من هو البروفيسور إبراهيم غندور، ما قامته علمه، ليس له علاقة بالإرهاب من بعيد ولا من قريب، فهي تهمة ملفقة تهمة خطيرة. يعني أي شخص يعرف أنها لن تجده في مختغل ولا ساعة مش 5 شهور. فالنائب العام لم يلتفت إليها، قدمنا كل المذكرات لم يهتم بها وإنما ضرب بها عرض الحائط، فهذا هو العدل في السودان. كان جدير منا أنه ندخل المجتمع المدني وتصبح القضية قضية رأي عام، والبروفيسور أصلا معروف لدى المجتمع الدولي. المجلس السيادي أو حتى رئاسة القضاء أو الجهاز التنفيذي في الدولة الحكومة ما قدرتوا تصلوهم أو تقدموا مذكرات لهم؟ والله ما وصلناهم لأنهم يعلموا ملابسات القضية. هم كان أجل منهم مجرد ما عرفوا إنه اعتقل من سلطة النيابة العامة إنهم يتدخلوا ويقفوا هذا الاحتقال. هل في رسالة بتحبوا توجهوها من خلال قناة طيبة سواء كان للحكومة أو لأي جهة ما؟ والله رسالتنا للحكومة الآن الحكومة الانتقالية الموجودة حكومة جات بثورة، والثورة كان شعار حرية وسلام وعدالة، لم تتوفر الحرية لأنهم احتقلوه لمجرد تكميم حريته وإسكات لسانه من الكلام في صوت الحق. لا يوجد سلام نحسه الآن، ولا توجد عدالة. بروفيسور إبراهيم غندور مختقل لمدة 5 شهور، ولعلمك البروفيسور إبراهيم غندور العالم من داخل المحتقلات يصحح بحوث الدكتوراه والماجستير للطلب، لم يوقف عطاها للسودان سواء لطلبة الطب سواء للجامعات التي يعمل بها، مواصل في مساراته العلمية رغم الاحتقالات. يعني شخص بهذه المهنية حريا بهم أن يخرجوه ليستفيدوا منه مش يحتقلوه. نحن بنتمنى السلامة لأي شخص معتقل والعدالة لأي شخص معتقل أو مظلوم في البلد، نسأل الله سبحانه وتعالى يجمعكم به عن قريب في خير وسلامة. دكتور وفاء إبراهيم غندور ابنة البروف إبراهيم غندور، شكرا لك على هذه المداخلة. دكتور أخذ منكم تعليق على ما أوردته دكتورة وفاء. رغم أننا قد يمكن لا نوافقهم للذهاب إلى هؤلاء الناس، لكنهم يئسوا من العدالة في الداخل ويئسوا من مؤسسات الدولة، وعلموا تماما أن الذي حدث هو اعتقال سياسي تعسفي لا فيه عدالة ولا فيه إنصاف، والموضوع موضوع بتاع تشفي يعني صراع يريد أن يصفوا حساباتهم مع الإسلاميين هؤلاء اليسار، وما عندهم مشكلة إنه والله سمعة السودان وسمعة القضاء في السودان وسمعة العدالة في السودان دي واضح إنه ما عندهم بها دخل. لكن هذا الكلام يؤثر. نعم. هذا الكلام يعني يؤثر حتى على وزن البلد. عفوا، هم لما يشوفوا السفير الأمريكي مدخل في كل تفاصيل البلد حتى بيتكلم عن رفع الدعم وكذا والحكومة بتسمح له بهذا، ما خلاص يعني حيلجأوا للسفير ده ويخلوه يتدخل برضو في القضية دي؟ لا، هو طبعا يعني من هذا الباب أيضا للأسف الشديد هذا صحيح، يعني
هم في الأخير يعني وجدوا أنفسهم مضطرين لأن يمشوا إلى من ظنوا أنه له 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 كلمة وله يد على 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 حكومة قحط وحكومة. وأنا أتصور عندهم يد طبعا معروف السفير البريطاني ووضعه مع حمدوك ومع 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 الحكومة ووضعها وتصريحاته الكثيرة المعروفة يعني. فعلى كل حال هؤلاء الناس يا أخي يعني ديل 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 مصيبة على البلد ومصيبة ضخمة جدا جدا على البلد. انت يا اخي عايز تتكلم على اصلاح اقتصادي وتتكلم على جذب اموال وجذب مستثمرين وناس ومشكله وبس، انت عايز تطمئن حتى الموجودين في داخل السودان الان الذين يفكرون في اخراج اموالهم الى خارج البلد بسبب اوضاعك السيئه دي، لما انت وناسك المسؤولين عن العدالة أنفسهم هم الذين يعني يعملون الليل والنهار على تقويض العدالة، كيف تريد الناس الآخرين أن يطمئنوا ولا حتى هذا الشعب أن يطمئن؟ هم ألا يعرفوا أن هذا سيؤثر حتى على 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 قضايا العيش اليومي لهؤلاء المواطنين الذين يعلمون تماما الآن إنه أي ملف عندك ممكن جدا بكرة يقولوا له والله لا يا أخي ده إسلامي، ده أبوه كان إسلامي، ده جدو لغم 20 لا ورا كده كان اخوان مسلمين كده، ما الناس خلاص حتبدا طوال تفكر هذا التفكير الذي يقول للناس لن تجدوا العداله فسيحاولوا ان يجدوها بانفسهم، وهذا خطير وخطير جدا. نعم دكتور، يعني اختم ب يعني ملف اخر، يعني امس كانت هناك دعوات للتظاهر امام القياده العامه من قبل المعاشيين والجرحى و أو معاقي القوات المسلحة والمفصولين تعسفيا وبعض ذوي الشهداء القوات المسلحة، لقينا البلد كلها اتقفلت، الشوارع القيادة العامة اتقفلت، الناس ما عارفة، البعض يتكلم عن انقلاب، البعض يتكلم أنه والله ده كله عشان المعاشيين. خلاصة الأمر خرجت مظاهرة لهؤلاء المعاشيين، لا يعرف إلى إغلاق كان بسبب المظاهرة ولا عشان حاجة تانية حتى هذه اللحظة، بعض تكلم عن تدريبات أمور تانية. خلينا نشوف جزء بسيط من هذه المظاهرة لأنه نسأل بعدها بعض الأسئلة، نشاهد معنا. الخرطوم والشعب المسلحة المحترم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الموضوع مطالب اتحاد معاشي ضباط صف وجنود. واحد، نتقدم لسيادتكم بطلبنا هذا آملين من المولى عز وجل أن ينال رضاكم ومحتوياته كالآتي: ألف الشهداء، ب هنالك شهداء لم تصرف لهم مستحقاتهم المالية سكن لأسرهم لذا نأمل أن يضمنوا ضمن السكن الشعبي، ج هنالك مصابين ببتر في الأرجل وفقدان بعض الأطراف ولم تكن لديهم. نعم الوقت ربما لا يسمح لنا بعرض كل المقطع فيه طول، والناس يمكن أن تشاهدوا من خلال منصة طيبة، يعني يوجد النقل الكامل لهذه المطالب. دكتور، أن تصل الاحتجاجات حتى لمنسوبي القوات المسلحة ويقيفوا ويطالبوا ويوجهوا رسائل، إلى أين تسير البلد؟ الله لا حول ولا قوة إلا بالله، متى كانت المؤسسة العسكرية ومنسوبيها يحتاجوا إلى هذا؟ لم يكونوا في تاريخها الطويل يحتاجوا إلى مثل هذه الوقفات، ولا كان فيها نظام وترتيب. هؤلاء كانوا يأخذون حقهم بالنظام وبالترتيب وبعمل روتيني لا يحتاج فيه واحد منهم أن يعرف حقه تماما وحده أين وحقه كم، والقوات المسلحة تعرف ويمشي إليه بكل سلاسة وكل أمال كانت القوات المسلحة والانتماء إليها شرفا وليه؟ لأن القوات المسلحة لا يعني لا تتخلى عن منسوبيها حتى إذا يعني في المعاش وفي إلى أن يلقوا ربهم. القوات المسلحة لا تتخلى عن منسوبيها، هذا تاريخها الطويل، هي نحن جيشنا جيش عريق، وقواتنا المسلحة قوات عندها تاريخ ناصع في الحقيقة. والله أنا أقول لهم رسالة من هنا، ينبغي أن 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 ليس فقط يستجاب، ينبغي أن أول حاجة الناس يفتشوا الناس زي لطلعوا منو طلعوا كيف، ثم بعد ذلك يحل هذا الأمر تماما، لأنه هذا يعني صورته سيئة جدا جدا في صورة الجيش السوداني العظيم.
دكتور محمد عبد الرحمن، شكرا لك على مشاركتك معي في هذه الحلقة. أعزائي المشاهدين، أذكركم بأننا نسعد دائما بتلقي أسئلتكم واقتراحاتكم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. الملتقى في مشهد سوداني جديد بإذن الله. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.